أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونثني عليه في العلن والخفاء ونضرع ونتوجه إليه في الشدة والرخاء سبحانه يقدر الآجال ويقسم الأرزاق ويفصل بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده والمصطفى من خلقه هو سيد الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين دعا إلى ربه على بصيرة وآتاه الله جوامع الكلم فأعجز الفصحاء وأمره أن يقيم الحجة لله فأفحم العقلاء وندبه للجهاد في سبيله فتقدم الصفوف وندبه لتأديب الأمة فزكى النفوس فالصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبائي في الإسلام هذه
هي الخطبة الثانية من مسلسلنا الجديد شذرات من النظم والثقافة الإسلامية. وفي الخطبة الماضية قدمنا بمقدمة استعرضنا فيها اتجاهات العلماء والدعاة المعاصرين في إرشاد الأمة وتعريفها بأصول الدين وخصائص هذه الشريعة بشكل عام، مما يساعدهم على الخروج من موقع الابتداع والتقاليد والجاهلية إلى موقع فهم شريعة الله والغيرة عليها. هذا الفهم إخواني، تذكرت معنا الحجاج حادثة طريفة، كيف استغلال جهل الناس. كنا نحج سنة 72 ميلادية، أكرمني الله في أول حجة سنة 72 ميلادية 92 هجرية، فكنا في مكة وكان أحد البائعين من الظرفاء يريد استغلال الحجاج، يعلم أن الحاج عندما ينفق في الموسم فله فيها ثواب مضاعف، مش بيحاسب على تذكرة الطائرة وبيعمل مشكلة لمسؤول الحملة وغير ذلك من الانقلابات والشكاوى، كأنما يقطع من جلده، كأنما لم يخرج في سبيل الله تبارك وتعالى. حتى في الحج تنكيد على الدرهم والدينار، نفوس تظن أنها ذهبت إلى طاعة الله إنما تذهب بضعفها وترجع ببعض هذا الضعف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا التاجر إخواني كان يستغل جهل العوام فيبيع السلعة من الخضرة وغيرها المعلبات بضعف الثمن، فيأتيه الحاج المشتري ليناقش الحج، اوعى تبطل حجك يبطل. قالوا ليه؟ قالوا لأن الله عز وجل يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. انت الآن تجادل، ولو جادلتني في السعر لضاع حجك. فهو يستخدم الآيات على غير وجهها الصحيح. هكذا يستغل جهل الأمة الإسلامية إذا فقدت العلم. لما نتكلم إخواني عن الثقافة، وإحنا تكلمنا عن أعمال الدعاء والحركات الإسلامية، عن كتب النبهاني، عن كتاب سعيد حوا من تيار الإخوان المسلمين التيارات الإسلامية المعاصرة، المقصود بالثقافة تعريف الناس تعريفا إجماليا بقواعد التشريع وأحكامه. واليوم سنتكلم إن شاء الله عن أول نظام، وهو النظام السياسي في الإسلام. الإمام ابن الجوزي إخواني، وهو من العلماء الموسوعيين، له كتاب اسمه تلبيس إبليس. هذا الكتاب ألفه للعابدين والمتفقهين، لم يؤلفه للجاهلين، ألفه للإنسان الذي يأتيه الشيطان من قبل نفسه. أهنالك من هو أعبد منك؟ هكذا يريد الشيطان من بني آدم أن يتدرج معه في الإضلال، حتى يأخذه العجب بنفسه فيقول من أحسن مني، كما فعل إبليس من قبل، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فألف هذا الكتاب في تلبيس إبليس، فبيحكي عن واحد من العابدين الذين يعبدون على جهل. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون الآية إخوة التي حفظتموها تكرارا ومرارا، وما كان المؤمنون لينفروا كافة. لا يجب على الأمة الدعوة والجهاد من فروض الكفاية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، نريد نجار وحداد ومخرج تلفزيون ومدير تحرير للصحيفة ومعلم ومدير للمدرسة ومسؤول اقتصاد وزراعة. لازم المسلمين يعمروا الأرض على أساس الإيمان والتوحيد. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. طيب لما يبقى واحد مريض وعنده حصوة في الكلية، من يقوم بعلاجه إلا الطبيب المسلم؟ عندما تتعرض المرأة الحامل إلى متاعب من حملها وتشرف على الموت، أنعجز عن إيجاد الطبيبة المسلمة حتى لا تكشف عورات الحرائر من المسلمات إلا على الطبيبات المسلمات؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم، يعني إحنا في مسجد التوبة فرقة، طائفة يخرج منا طائفة، والطائفة تبدأ بثلاثة، أقل الطائفة، وقال بعض العلماء بواحد.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يتنبهون، يعرفون مواضع الحلال والحرام، ويعرفون تسلل الشيطان وترويجه للبدعة واستحكام العادات والتقاليد في المجتمع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد الذي يعبد بالوراثة دون أن يدرس. بتقوله في مسجد التوبة استضفنا داعية من الصومال وفقيها من مصر وإماما من عمان، فلا يأتي في يوم السبت، يذهب إلى فوتكس ودلس فيغهوس، لأن شراء البضاعة عنده أهم من التفقه في دين الله. ولن تحيا هذه الأمة ولن تنجو إلا إذا عبدت الله تبارك وتعالى على علم وبينة وبصيرة. فيقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن القمر يضيء ويرشد الحيارة، أما الكواكب المطفأة فلا يخرج منها نور ولا إشعاع ولا هداية إلى غير ذلك من الحديث. فبيحكي الإمام ابن الجوزي في تلبيس إبليس إخوان، بيقول: واحد من العباد بدون فقه وبدون علم فكر في معصية وماشي ورا الشيخ، سبح 1000 مرة، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم 200 مرة، اقرأ سورة ياسين 300 مرة، اقرأ قل هو الله أحد 1000 مرة، ولم يقرأ كتابا في الفقه، لم يعرف مبطلات الصلاة، لا يعرف أركانها، لا يعرف كيفية التطهر من النجاسة أو الذي ينقض الطهارة، ومن هنا يأتيه الشيطان ويلبس عليه. فهذا الرجل قاعد معتكف في المسجد قيام ليل بدون علم، ثم فكر في فاحشة، قال: أنا قاعد في المسجد والنساء الجميلات الوزويز الحلوات، احنا في الصيف وفي الفيستر بروجادا وفي شارع المشي، وهفته نفسه تشوقت وبدأ يفكر في الفاحشة. فلما فكر في الفاحشة جاءه الشيطان، قال له: يا خبرك اسود، انت عامل شيخ ومعتكف في المسجد وبتفكر في الزنا يا ضلالي، انت بتدجل على الناس يا منافق. قال له: ايش اعمل؟ قال له: لازم تتوب. فسيادته فتح المصحف على بني اسرائيل فقال: اقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتوبوا الى ربكم، فقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم انه التواب الرحيم. فصعد الى سقف عماره وقال: بسم الله الله اكبر، وراح ناطط وقع ميت انتحر، لانه بيقرا القران بغلط وبدون علم. هذه ذكرها ابن الجوزي العالم الموسوعي، هي من المضحيات المبكيه. فاخواني الثقافه الاسلاميه، ارينا تكلمنا عن ابن خلدون اول من كتب في الثقافه الاسلاميه في التاريخ، تكلمنا عن المستشرقين كيف يكتبون عن الثقافه الاسلاميه وجبنا نماذج من الكتب، تكلمنا عن بعض اساتذه الجامعات لتثقيف الخريجين. ترى طبيبا لا يعرف احكام الاجهاض ولا احكام كشف العوره ولا احكام قلع الاضراس ولا العمليات نقل الاعضاء، كيف يقوم بمهمته وغيره من الحرف كما ذكرت باستفاضة في المرة السابقة. من التعبيرات الجميلة إخواني، يقول بعض المفكرين المعاصرين: الثقافة أن تعرف شيء من كل شيء، وأن تعرف كل شيء عن شيء. هذه مش حزورة إخوة، استوعبتوها الأولى مرة، هذه لا هي حديث ولا هي آية. الثقافة يعني تبقى بتاع كله، مثل أخوك أبو عبد الله في مسجد التوبة، اللي عايز يختن ابنه بيجي للمسجد، اللي عايز يتزوج بده للمسجد، اللي عايز يتطلق بيأتي إلى المسجد، اللي عايز يتعلم، لازم تبقى بتاع كله، تحيط بالمعارف. ولذلك يا إخوة، إذا كنا نعيش في عالم الغرب ونستشهد بالآية، نأتي ضيوف على هذه القارة الكافرة ونقرأ الآية: ومن يهاجر في الأرض يجد مراغما، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فأنا أقول لكم بأمانة: حرام على مسلم أن يأتي إلى عالم الغرب ويبقى جاهلا في دينه، غير قادر على تحصين زوجته وأطفاله، يقف مرتبكا
عندما يسمع الاتهامات والشبهات عن الإسلام في المدرسة وفي العمل وفي الإذاعة وفي الشارع وفي النادي. لا يجوز، هذه مصيبة، هذا ضياع. فالثقافة قالوا أن تعرف شيء من كل شيء وأن تعرف كل شيء عن شيء. أخوكم العبد الضعيف، عملنا برامج ألعاب الأطفال في العيد، أنا مش متخصص في الأطفال، رحت قرأت واستشرت بعون الكشافة عشان أكون متخصص، للي غرت من زملائي والسابقون السابقون أولئك المقربون، نتسابق على العمل. أنا مو متخصص بدقوه، لكن بدأت أدرس وأقرأ عن الأطفال وألعاب الأطفال عشان نعمل برنامج يشعر أطفالنا أن دين الله أعز من كل الأديان، وأن أمة الإسلام عملاً لا قولاً أقدر على أن تملأ الفراغ وأن تنفذ البرامج، لأن إقامة الخلافة الإسلامية يبدأ من صلاة الجمعة، ويبدأ من حضور الجماعات، ويبدأ من تثقف المسلم وتعلمه ومن فقهه. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. والمصيبة أموالنا مسروقة، أموال البترول ومنهوبة في تجارة الحديد من الأسلحة في الصومال وعدن وغيرها، والعلم سلامتك المسلمون زهدوا فيه. فيا إخواني الكرام، ها اليوم نتكلم عن النظام السياسي، الأنظمة في الثقافة الإسلامية كما قلنا. نتكلم من ناحية الثقافة، ناحية الأحكام والفهم العام، ونتكلم عن النظم بمعنى نشأة النظام القضائي، نظام الحسبة، نظام الجيوش، نظام الجهاد. وقلت في الخطبة الماضية إنه دراسة النظم الإسلامية تولد عند المسلم الاعتزاز والافتخار بالتاريخ الإسلامي. انت شفت الكتاب اللي جبناه من الدنماركي، دين فيرست فيلفيرد ستات، أول دولة كفالة اجتماعية في العالم، هذا مؤلف دنماركي، قال البستنسيلد مش اللي اخترعوه الدنماركيين، البستنسيلد أول من اخترعه الفاروق عمر بن الخطاب، فرض لكل طفل فطيم في الأمة الإسلامية عطاء من ميزانية الدولة. البارنييل اللي سيادتك أنا وإنت بننتظرها بفروغ صبر كل 3 أشهر، وكل 3 أشهر بتبدأ المشاكل والطلقات على التليفون، لأنه معركة بين الزوجة والزوج. اسمع يا أبو فلان، البارنييل بتتحول على حسابي، اسمع أنا اللي مخلف العيال وحملهم في بطني، ولا اسمعي أنا القوام مش بخاطرك ولا بكيفك. هذا أول من اخترع إخواني نظام البستنسيل بعمر بن الخطاب، وجاء الغربيون الآن ليقروا بهذا الحقيقة. شوف بقى سيادتك بتشعر باعتزاز، بتروح في المدرسة في مكان بتكلمهم عن النظم الإسلامية تقول لهم هذه إحنا من زمان عملناها في الأندلس، عملناها في القيروان، عملناها في خراسان، عملناها في هيرات وبلاد السند، إحنا بدعنا كل شيء، ده إحنا الأمة المرحومة التي ندبها الله عز وجل لتطبيق حكمه في الأرض. إخواني الأحباء، مادة الثقافة الإسلامية لها بعض مساوئ رغم عملية التثقيف الجماهيري. يعني سيادتك إن شاء الله بعد ما تحضر سلسلة الخطب تأخذ مقدمة عن مادة الثقافة والمؤلفات والكتب، النظام السياسي الاقتصادي الاجتماعي العسكري، بتبقى خبير دستوري، تطلع في المناظرات تتكلم وأنت في موقع القوة وعندك الدليل والمعرفة والأصول. لكن مادة الثقافة الإسلامية من عيوبها هي افتقاد الانضباط التربوي. كان زمان الصحابي يهاجر من قبيلته من مكة إلى المدينة، أمر أن يستمع من النبي وسم الصحابي للمقابلة بغض النظر عن طول الملازمة. الصحابي ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول بعض علماء الحديث وكتاب السيرة، ولو قابل النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا مرة واحدة في عمره. ويصر بعض العلماء على الملازمة، الصحبة من الملازمة من الاستماع. نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمع. إخواننا اللي جاءوا من الحج، كل واحد الآن مذاكر الحج ومناسك الحج وحجة الوداع والخطبة حجة الوداع. آخر كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في اجتماع حاشد للأمة الإسلامية
بحضور 140,000 أو أكثر من المسلمين رجالاً ونساءً وأطفالاً، قال: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا فليبلغ السامع منكم الغائب، بلغوا، علموا، أنشروا. فكان زمان الصحابي يسافر اليوم يقول لك: اسمع بقى يا عم، أنا زعلان وغضبان من مسجد التوبة. ليه؟ يا سيدي بطلوا، ما عادوا يأتوا لنا بشيوخ من المغرب مثل الشيخ الفزازي، من تونس مثل الشيخ العبيدي، من لبنان مثل الشيخ صلاح القدر. هو عايز العلم يأتيه إلى بيته، لا يريد أن يشترك ليبكورت عشان يطق الطقات هذه في الباص ويذهب إلى حلقة من حلق التعليم. المسلمون الآن يريدون توصيل الطلبات إلى المنازل، والحمد لله عندنا الستلايت البارابول الآن، دبي في برامج إسلامية، الحمد لله الجامعة الإسلامية بتوصل لداخل البيت. بينما كان أصل العلم الطلب، ومع الطلب التوجيه من في أوسط القرن الأول الهجري، الإمام سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث لم يكن يفقه أحدا إلا إن رآه متخلقا بأخلاق الإسلام، متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان وعاء، فما لم يغسل نفسه أول ما نزل من القرآن الكريم: وثيابك فطهر، انبذ عنك كل القوالب السابقة من ذلك المجتمع، من الكبر والاستعلاء، من البدع والشرك، من الظلم والاستبداد، وثيابك فطهر. ولذلك توارث، وإن العلماء ورثة الأنبياء. والإمام ابن القيم لما كتب في الأصول وقواعد الفقه قال إيه في عنوان الكتاب؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين. قال: يا أيها الفقهاء، يا أيها العلماء والمجتهدون، إنما عندما تستنبطون الأحكام وترجعون إلى الأدلة تسألون عن كل كبيرة وصغيرة، وأنتم توقعون عن الله تبارك وتعالى، فحاسبوا أنفسكم حين تحللوا وتحرموا، وحين تأمروا وتنهوا، وحينما تقودوا وتجلسوا بين الناس. إخواني الأحباء، أنا كان محتار أبدأ بالنظام السياسي ولا بالنظام الاجتماعي. النظام الاجتماعي هي القاعدة اللي بيبنى عليها المجتمع الإسلامي، موجه لكل الأفراد، وأنا أفضل أن نبدأ بالتربية. خطب ومقالات، أعطيكم مثال بسيط: البوسنة، كل الجماعات الإسلامية وهيئات الإغاثة بتتاجر في البوسنة. إذا عملنا مؤتمر منجيب شيخ من البوسنة عشان يبكي الناس ونلم عليه تبرعات. طب ما البوسنيين 30,000، وين اللي بيطلعوا للكامبات؟ الإسلام دعاية، الإسلام تزييف، الإسلام تخدير للأمة. فإذا طلب من المسلم أن يكون في موقع العمل بدأ يبحث. أنتوا عايزين تتحدوا أمريكا وأوروبا بالألفاظ؟ أدي الميدان يا جماعة، تفضلوا. فإذا إخواني الكرام، أنا اخترت أبدأ بالنظام الاجتماعي ولا بالنظام السياسي؟ قلت خلينا نبدأ بالنظام السياسي، ولأنه هو الإطار اللي بيحمي عقيدة وشريعة وأراضي ومصالح أفراد الأمة الإسلامية. يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام ابن ماجه والبيهقي عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلنا بكم أعوذ بالله أن تدركوهن. هذا خطاب تربوي من النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر العهد المدني واكتمال ظهور الدولة الإسلامية وأنظمتها ومؤسساتها. وهنا يخلط النبي صلى الله عليه وسلم بنورانيته وفراسته النبوية بين الأمور التربوية والأمور السياسية، فبيحذر المهاجرين والأمة الإسلامية لهم: انتبهوا من هذه الأغلاط، هذه الأغلاط تعم المجتمع بالدمار وبالعقوبة. طيب، أول واحدة: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، يظهروها بين الناس، فترى الشاب العربي في محطة القطار يحتضن فتاة دنماركية ويحاكي الكفار فيعتنقها ويقبلها، والعلماء يقولون: وإذا ابتليتم فاستتروا. هتوقع في الزنا، ما فيش واحد إنسان كامل، كل بني آدم خطاء. والنبي أمر المسلم إن أراد أن يقع في فاحشة أن يستر صفحتها، ألا يبديها للحاكم ولا للمجتمع. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافه. طب جيبوا أكبر دكتور في العالم طبيب، اسألوا عن الإيدز، الفيروس ده جاء منين؟ هل عرفت؟ جابوا يا إخوة جماجم
الفراعنة قدماء المصريين وشرحوها، لقوا فيها ميكروب البلهارسيا، رأوا أمراض الروماتيزم، رأوا فيهم أم خلايا السرطان، هذا اللي بياخدوها الجثث هذه المحنطة، اكتشف الأطباء. طب جيبوا كل أطباء العالم اسألوهم من أين جاء فيروس الإيدز، ولماذا فيروس الإيدز عنده القدرة على التشكل والتغيير وابتلاع كافة الأدوية المحصنة لكي يحطم مناعة الجسم ويفتح الأبواب للميكروبات الأخرى لكي تغزو هذا الجسم وتحطم أجهزته، إلا وفشت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافه، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجوروا السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، لأن البهائم غلبانة، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، كما قال ابن مسعود يوشك الله أن يعذب البهائم بذنوب بني آدم. البهائم ما عندها عقل، هي خلقها الله مسيرة ومسخرة. ثم يقول النبي في الإطار السياسي: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا صلت عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، البوسنة، طاجكستان، فلسطين، الاحتلال الأمريكي للصومال، وقص على ذلك الاحتلال الروسي لأفغانستان. وما لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، يعني إيه العهد؟ هذا اللي نتكلم عليه، أول نقطة في النظام السياسي، الاتفاق بيننا وبين الله، لماذا نأتي المسجد؟ لماذا نبيع ونشتري؟ لماذا نتزوج ونطلق؟ لماذا نحارب ونسالم؟ من أخذ لله وأعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام. وما لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا صلت عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في يدهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. لازم يتوحدوا على الكتاب والسنة وينبذوا الأفكار القومية والإقليمية وغيرها. إخواني الأحباء، النظام السياسي في شذرة سريعة ولمحة مختصرة في الإسلام يتكون على أسس خمسة. أول أسس الحاكمية، وسنشرحها، أن الحاكم والمشرع والإله المعبود هو الله تبارك وتعالى. وما تملوا يا إخوة ولا تزهقوا، لأنه عندنا قلت لكم إخوة جدد يأتي إلى مسجد التوبة، ومن حقنا أن نعيد تركيز المفهومات العقائدية والتشريعية والدعوية في أذهانهم حتى يحفظوها عن ظهر قلب، يكون الأمور واضحة لا تلبس فيها فيميلوا مع الريح مع زعيم أو مع مفتن من المفتيين في ضلال أو في باطل أو في منكر. رقم اثنين، القاعدة الثانية في النظام السياسي، التفويض، أن الله تبارك وتعالى فوض هذه الأمة في تطبيق شرعه، وهي مسؤولة مسؤولية متضامنة على تطبيق هذا الشرع واتخاذ الوسائل لتحقيقه، وسنأتي للآيات والأحاديث إن شاء الله. رقم ثلاثة، إنه القيادة تكون عن طريق الإمامة العظمى الخليفة، والأمة تنيب الإمامة عنها في تنظيم مصالحها وفي مراقبة شريعة الله في الأرض. وهنتكلم عن النظام الثيوقراطي، حكم الكهنة والتنازع بين السلطات، كما نرى في أمريكا CIA سلطة عسكرية، FBI جهاز استخبارات مدني، البنتاغون سلطة استخبارية دولية CIA، البنتاغون سلطة عسكرية، ثم الكونغرس الأمريكي، ثم البيت الأبيض، صراع الكاوبوي من أجل السلطة.